شناب وبروح قديس وحضر الروح الشرير امين. اخوتي الاحبه بنعمه الرب حبيب اليوم اتحدث برساله خاصه عن معنى وجودنا ومعنى الحياه بشكل عام. هل في معنى لوجودي؟ هل في معنى لحياتي؟ هل انا شبعان من هالدنيا وعالم انه انا وين ولوين رايح وشو غرض وجودي بهالدنيا؟ شو هي رسالتي وشو سبب وجودي؟ إن كانت فقط الخلاص وما في مخطط آخر، فليش الله ما بياخد النفس اللي خلصت مباشرة بعد أن تحظى بالخلاص؟ ليش بيسمح بأنه نواجه ضيقات وألام؟ وكيف هالأحداث اللي بتواجهنا بالحياة بتكمل قصة حياتنا ومعنى وجودنا على هالأرض؟ يسوع رب المجد في صلاته بإنجيل يوحنا، نص المشهور من الإصحاح 17، يخاطب الله الآب ويقول: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. هالآية هي من الآيات اللي رب أعطاها رؤيا للكنيسة لهالعام 2013. حابب أنا أشارك من خلال عبارة أنا مجدتك على الأرض. إذا بدنا ننظر لحياة يسوع ونشوف معنى لوجوده، في أحداث وفي معاني بنفس الوقت، ولعل الاثنين بيختلفوا بوصفهم وبطبيعتهم. لما قال يسوع أنا مجدتك على الأرض، قال أنا لكي يقدم لنا يسوع الإنسان اللي ولد في مثوت كان مرفوض من قبل المجتمع، عاش حياة فقر، ابن نجار، لبل أيضا تيتم عن سن مبكر كما ورد بحسب تقليد الأباء، وعاش مع والدته العذراء مريم رحلة فقر وتعب بالوقت اللي استلم فيه رسالته بعد المعمودية. كان مرذول من قبل الناس، لبل كانت النسوة اللي عم تتبعه هي تصرف عليها من جيبتها كما ورد بالكتاب المقدس. ونهاية حياته كانت رحلة ألام، أشواك تكلل رأسه، احتقار، إهانات، لبل صلب، سفك دماء، موت وقيام. لكن كل هالأشياء إذا تأملنا فيها كانت أداة للخلاص، بس بطبيعتها كاختبارات كانت اختبارات مؤلمة. بمعنى لو شلنا صفة الألوهة وأردنا بأن نصف رجل أوجاع، بأنه من أول ما أجى لهالدنيا قامت الدنيا وقعدت، ما كان في محل يولد، ولد بمزود حقير وعيش حياة الفقر، وفوقه كان الناس تتهجم عليه، لبل مات موتة شنيعة وأبشع موتة في الوجود كانت هي ميتة المسيح على الصليب. الإهانات والألام اللي ذاقها هي حياة غير مرغوبة إذا طلب منا الرب، أو بالأحرى إذا وصفنا رجل بهالصفات رح نقول الله يعينه، عاش طول عمره بأسى وحزن وألم ومات أيضا بهالضيقات العظيمة. لكن بالنسبة ليسوع كان في فرحة بقلبه، بيقول أنا اللي فيها كانت جملة كل هالأحداث اللي وردت بحياته من ألام وضيقات، بيقول أنا مجدت اسمك والعمل الذي أعطيتني قد أكملته. بمعنى يسوع يرى بأنه كانت حياته غنية، كان لها في معنى، كان في لها غاية سامية جدا جدا، وهو يفارق الحياة بفرح، بيقول لأجل المسرة الموضوعة أمامه احتمل الصليب واستهان بالخزي والعار من أجل السرور الموضوع أمامه. يسوع اللي هو رئيس الحياة لاقى معنى بوجوده. بالمقابل إذا نظرنا لحياة تتسم بالرفاهية، ننظر إلى حياة ملك اللي كان هو رمز للمسيح واللي بنى هيكل أورشليم، واللي هو الملك سليمان، واللي يصف حياته بسطور في سفر الجامعة
في الإصحاح الثاني يقول: قلت أمتحنك يا، قلت في قلبي أمتحنك بالفرح فترى خيرا، ترى معنى، ترى شيء يسعد حياتك. بل وإذا هذا باطل، للضحك قلت مجنون، وللفرح ماذا يفعل؟ افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر، وقلبي يلهج بالحكمة، وأن آخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير. شو معنى وجود البشر حتى يفعلوا تحت السماء مدة حياتهم؟ فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوت، غرست لنفسي كروم، عملت لنفسي جنات وفراديس، غرست أشجار من كل نوع، عملت لنفسي برك مياه تسقى بها المغارس المنبتة الشجر، قنيت عبيد وجواري، وكان لي ولدان البيت، وكانت لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم. جمعت نفسي فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بين البشر، سيدة وسيدات. عظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت حكمتي معي، ومهما اجتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي مش بالحرام، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ملك ظهر بصورة عبد وعاش حياة ذليلة، وختام حياته هو يناشد الآب قبل الصلب، قال: أنا قد مجدتك والعمل الذي أعطيتني قد أكملته. لقى في معنى ولقى في فرحة تبهج قلبه، لأنه رسالته كانت غنية بالمعاني، وإن اتسمت بالألام واتشحت بالحزن وسحق من شدة الحزن. ونفس كانت منعمة سليمان الحكيم، وبعد كل ما وصف فيه حياته من أمجاد التفت إلى الوراء وقال: باطل أباطيل، كل شيء باطل وقبض الريح. فاني دنيا، مش هيك بتقولوا بتركيا؟ دنيا ثانية ما لها معنى، ما لها أي شيء. الحياة اللي نحن بنحياها على الأرض نسعى فيها بأنه نحيا ظروف جيدة، نسعى بأنه نكون مستمتعين بالصحة، مستريحين ماديا، مستقرين بأعمالنا، ننعم ببنين وبنات، ونبحث عن سعادة ومتعة وقتية. لكن يبدو أنه الواقع الإنسان، أنه الإنسان هو أكثر من مادة، مشان هيك المادة ما ممكن بأنه تعطي معنى وجوده، لأنه يصبح بذلك كالحيوان اللي ينتظر شيء لكي يشبعه أو يسليه. في معظم تأملاتي استندت على خدمة أحد الخدام، حتى ما أكون أنا مدعي هالكلام، وإن كان في كتير أشياء سبق وافتكرت بها لكن بطرق مختلفة، جمعها بفكر جميل وسكب عليها معاني جميلة ورائعة الأخ ماهر صموئيل، وبحب بأنه أستفيد منه ومستفيد من رسالته نحن أيضا بمعنى الحياة ومعنى وجودنا على هالأرض. وإن كنت مش قادر أنه أعكس صدى كلماته بقوة فعلية وأثر، وصلي أنه روح ربنا اللي له وحده المجد أنه يعطينا بأنه نغتني من هالكلمات. ولد الإنسان غير خليقة وغير كيان عن سائر الخلائق والبرايا. في بدء الخليقة يحكي لنا الكتاب المقدس ويقول عن لما الله صنع الأشجار وأشياء أخرى، خلق هو العالم، لكن في أشياء صنعها ولم يخلقها، إنما صنعها من خليقته. يقول مثلا: دع الله اليابس أرض ومجمع مياه بحار،
ورأى الله أن ذلك حسن. بالتكوين 1:11 بيتابع: وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا، يبذر بذرا وشجرة ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه. الأشياء اللي الله صنعها كونها من أشياء خلقها، عنده تراب وأرض، وقال خلي هالأرض تطلع شجر وهالشجر يطلع ثمر والثمر يطعم الإنسان، وصار يكون شيء من شيء. كل هالأشياء، الحيوانات والخلائق اللي بنشوفها، الله أعاد لخليقته بشكل من الأشكال، لكن كونها من تراب، كونها أيضا من أشياء مادية. لكن لما الله، وهذا القول أنا استشهد فيه من لاهوتي آخر، لما صنع الإنسان لم يأمر الأرض بأن تنبت بشرا، بل قال الله مخاطبا نفسه وغير مخاطبا الأرض، لألا لتنبت الأرض، وهو عم بخاطب الأرض والأرض أنبتت نبات. لما أراد أن يخلق الإنسان، الله تحدث مع نفسه وقال الله بأنه لنصنع الإنسان على صورتنا وكمثالنا. الله أراد أنه يصنع الإنسان، لكن الله لم يصنع الإنسان من العالم، إنما صنعه من كينونته. نعم، جسده تراب وإلى التراب يعود، لكن في الإنسان يكتمل معنى الوجود بأنه هو في ارتباط دائم مع الله، وهذا الشيء بيعطيه معنى بوجوده بأنه يعكس صورة الله. أغسطينوس القديس العظيم له قول مشهور، بقول: يا رب أنت خالقنا وحياتنا لن تجد الراحة إلا في شخصك. بمعنى الحياة والوجود لكون مصدر الله، معنى الحياة بيكتمل بالله وحده وليس بالخارج عنه. ومشان هيك الإنسان بعصيانه لما أراد بأن يصبح كالله، أي يكون مستقل عن الله، الله قال له: يوم تأكل منها موتا تموت. بمعنى بانفصال الإنسان عن الله بيفقد معنى الوجود وبيفقد الحياة. لم يمت آدم الترابي آنذاك عندما طرد من الفردوس، بل استمرت حياته على الأرض مئات السنين، لكن الموت كان موت معنى وجوده لكونه انفصل عن الله. ولذلك كان دائما دعوة الله بأنه يصنع لإله شعب يكون هو إله، عبارة ترد تكرارا ومرارا في الكتاب المقدس من سفر الخروج لما الله أراد أن يخرج الشعب، ونهاية في سفر الرؤيا عندما يصف لنا السماء يقول الله بأنه أريد أن يدعى هذا الشعب شعبي وأنا أكون لهم إلها، أنتم شعبي وأنا أكون لكم إلها. ترد هالعبارة بصيغ مختلفة عشرات المرات في الكتاب المقدس، ولم يسعني الوقت بأن أعود للنصوص التي ترد بها، لكن الله يرى بأنه هو إلهنا ومعنى وجودنا يكتمل من خلاله. شو معنى أنه يكون إلا معنى؟ أنه يكون في إلنا سبب للوجود، ويكون في إلنا غاية من وجود، ونحقق من خلال أشياء. غالبا ما نحن ننهمك في أمور أرضية وتتحول الذات إلى غاية الوجود، منلاقي فلسفة الحياة مرتكزة على النفس، على الذات، على الأنا. الإنسان بيتزوج لأنه بيعتقد هذا الشيء بينفعه، مش لأنه من خلال الزواج يريد بأنه يسعد إنسان آخر. والخطيئة اللي بيرتكبها الإنسان بغض النظر عنه، لأنه لطالما تسعده فالخطيئة هي جيدة. وكل مبادئ الإنسان بأعماله بأشغاله مرتكز نحو الأنا، ولا يدرك شيء آخر في الحياة سوى أن يستمتع هو ذاته بذاته ويرتكز بذلك على نفسه، كأنه هو معنى الوجود وغاية الوجود وليس شيئا آخر. الله عندما خلقنا أرادنا بأنه نرتكز حول الهدف الأسمى بحياتنا.
نحن كائنات وإن كان فينا مادة لكننا لسنا كائنات مادية. نحن كائنات روحية ومعنى وجودنا ما بيكتمل إلا أن تتقابل الروح مع باريها وتجد معنى لذاتها من خلال الله اللي أوجدها. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله وأعدها لكي نسلك بها. الله هو اللي أوجدنا، هو اللي بيسكب علينا معنى وجودنا في هالدنيا الغريبة. لكن الإنسان يسعى دوما نحو المادة، ولذلك معظم أو كثير من الناس اللي اختاروا بأنه ينتحروا ويضعوا حد لحياتهم مش بالضرورة كانت تتسم حياتهم بالفقر أو بالفشل. كثير من نجوم الفن، كثير من عظماء الحياة انتهت حياتهم باختيار للموت لأنه لم ترتوي نفوسهم من خلال كل الغنى والأمجاد اللي كانت عندهم، لأنه الحياة هي أكثر من مال وأكثر من متعة، أكثر من شهوة مادية. الحياة بتكتمل بالله، لبل جعل الله الأبدية في داخل الإنسان. وبالرغم من أنه في شعب وبشر لم يبلغهم الإنجيل كما هو في صيغة الوحي، لكن الله خطبهم من ذواتهم وهن في براري منفصلين عن الحضارة والمدنية. الله كان عم بيدعوهم لأبدية، زرعها بداخلهم، بحثوا عنا وعبروا عنا من خلال ممارسات دينية وطقوس وشعائر دون أن يكون لهم نبي يرشدهم إلى تلك العبادة. رأوا بأنه في شيء بتكتمل فيه معنى الحياة وهي شيء أسمى من الجسد. لذلك عبر الفراعنة عن هالاختبار عن معنى الحياة بمحاولة تحنيط الأجساد لتبقى في الحياة، لكن وحده واهب الحياة محيي الأموات الرب يسوع الذي قال أنا أتيت لتكون لكم حياة. خاطب يسوع بشر أحياء ناكل وبنشرب، لكن لا يزال مصر بأنه نحن أموات بالخطيئة فقدنا معنى الحياة، واللي بيعطينا هالمعنى هو يسوع اللي أتى لكي تكون لنا حياة ولكي يكون لنا أفضل بالوقت نفسه. وهالدعوة صارت دعوتنا. يقول لنا بطرس الرسول برسالته الثانية بالإصحاح الأول والعدد الثالث إن قدراته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة من دعانا بالمجد والفضيلة. الله أعطانا القوة بنختبر هالمعنى لوجودنا، وهبنا كل ما يقول للحياة ولتكميل معنى وجودنا بهالكون الغريب. أعطانا القدرة بنكون في إلنا سبب ويكون إلنا معنى غالي وحياة مجيدة حسب نعمته. بولس الرسول كنموذج نتخذه إن قلنا أن يسوع كان فرحان أن يقول لله الآب أنا مجدتك بالرغم من كل الألم، قد نقول بأنه هو الله المتجسد، ولذلك كان من السهل بأنه يدرك معنى وجوده ويحتمل العار والخزي والصلب ويحتمل كل هالضيقات. لكن نرى سيرة القديسين أيضا على غرار بولس الرسول اللي خطى خطوات سيد الرب يسوع. قال في سفر أعمال الرسل بعد أن بلغه خبر نبوة من أشخاص عديدين بأنه بذهابه إلى روما رح وبنزوله بالأحرى لأورشليم سوف يقيد ويسلم للموت، بولس الرسول لم يتردد ولا لحظة واحدة بأنه يرتفع فوق الظروف وفوق القيود وفوق السجون لبل الموت نفسه، لأنه رأى بحياته معنى أسمى بكتير من الجسد ومحدوديات الجسد. في أعمال الرسل يقول بولس الرسول في الإصحاح العشرين بعد ما دعا قساوسة الكنيسة لتقابل معهم وأوصاهم ها أنا ذا ذاهب إلى أورشليم مقيد بالروح، لكن الروح القدس يشهد في كل مدينة
أن وثق وشدائد تنتظرني، ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة الله. بولس الرسول عم بيقول لهم انه انا عارف بانه في موت عم بينتظرني، والروح عم بيشهد، هو مش عم بينفي ولا عم بيقول انبياء كذب خبروني بانك اذا نزلت لاورشليم رح يلقطوك ويسجنوك. قال الروح القدس هو اللي عم بيشهد بهالاشخاص، بمعنى انا مدرك بانه الله عم بيعطيني هالتنبيه، لكن يلا فيه اعلان عن ارادة الله، وهذا الشيء لا يمنع أبدا بأنه يتجه بقدميه وبنفس منحنية مسلم نفسه للموت، كما سبق وقال أيضا بكورنثوس مثل خراف بيقول بأنه تساق للذبح كل يوم، هيك عبر عن نفسه. قال بأنه أنا فرحان بأنه كمل هالرسالة، وايضا بيقول لا احتسب لشيء ولا نفسي حتى ثمينه عندي، بمعنى مش هينمني شيء، وبالنسبه لي حتى حياتي منا غاليه بالنسبه لي، لانه في معنى لوجودي، وهذا الشيء اللي مهم، وهذا الشيء اللي بيفرحني. هل في متعه وهل كان بولس الرسول مزوشي؟ نعرف انه في طباع بشر ممكن يكون انسان سادي أن يستمتع بآلام الآخرين، أو مزوشي اللي بيعني بيستمتع بالآلام هو نفسه. ما كان شاذ بولس الرسول ولم يستمتع بالآلام، بل يتألم منها كثيرا كونه إنسان عادي، لكن ينظر لأنه نفسه ليست ثمينة عنده ولا يحتسب لشيء. بالنسبة له يرى في معنى أسمى بوجوده، هو بأنه يكون عم بيكون جزء من رسالة ومشروع ومخطط الله. لذلك في يوم من الأيام لما أسلم بولس للسجن قال أنا ذاهب إلى السجن، وأيضا أمام أغريباس الملك وقف ليدلي بشهادة، قال أنا أحسب نفسي سعيدا من أجل وعود الرب لإله، وهو يخاطب الملك اللي رح بدينه ويرسله بدوره لروما حيث سوف يعدم بروما. قال للملك أنا سعيد جدا بأنه أقف أمام أغريباس. كانت فرحته مش هي غض النظر عن الألام اللي منتظرته بروما، بل وعد الرب لقاله كما جاء في فم يسوع لحنانيا اللي عمدوا لبولس، بيقول أنا اخترت أن يكون آنية مقدسة لي حتى يخبر أمم وشعوب وملوك باسمي، يكون شاهد أمام ملوك ويكون شاهد أمام شعوب وأمام اليهود باسم يسوع عم بيكرس بشارة الإنجيل. لذلك بولس رأى في سعادة بحياته بأنه يتمم سعيه بفرح ويلبس إكليل المجد المحفوظ له في السماويات، ولذلك لم يرى في أحداث الحياة شيء يفسد معنى الحياة، بل رأى بأحداث الحياة شيء يكمل معنى الوجود. هذا هو الغرض بالنسبة له، الغرض بأنه يتمم مشيئة الله اللي أوجده لسبب ما في هالحياة. ونحن أيضا بيقول عنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال سبق الله وأعدها لكي نسلك بها، أعمال صالحة في معنى لوجودي وفي معنى لوجودك. ونحن علينا بأن إما أن نختار أن نسلم بالكامل حتى نكون جزء من مخطط الله الأكبر ويكتمل معنى وجودنا، ويا إما نحن نرتكز على الذات وعلى جروح النفس ومحدوديات الجسد والإعاقات الموجودة فينا والحرمان والضيقات والمشاكل اللي هي أحداث لكن منا هي معنى الوجود ولا هي مركز الوجود بالحياة. حياتنا بتكتمل بالله وبتكتسب معناها فقط من الله. في شيء اسمه المركز بالحياة، معنى وغاية
وأيضا نتحدث عن مركز الوجود. في كل الأشياء نجد نقطة للانطلاق. في الأجرام الشمسية ترتكز حول نقطة معينة اللي هي الشمس. وفي أيضا كل الكائنات اللي بتتكون من ذرة، والذرة بترتكز حول النواة. وفي كل شيء في الحياة دوما في مركزية، والباقي بيبقى تبعية كما قال داهر. تبعية بمعنى أنه الحياة إلى مركز، والباقي كل ما تبقى هو أشياء تتبع وليست هي الغاية الأساسية. عشان هيك بنشوف بأنه كل شيء بالوجود بيرتكز حول غاية معينة. الخليقة نرى بأنه يعني بوجودها بترتكز لإنعاش الإنسان، لكن الإنسان له معنى أبعد من ذلك. بنشوف بأنه الإنسان مستفيد من الشمس، من الحيوان، من طير السماء. الله أوجد شجرة، أوجد دودة من أجل تغذيها، تحفر حتى تقدر تنعش التراب لتبعث حياة في الشجرة، وأوجدها أيضا لتنعش الإنسان. بنلاقي إنه هي كلها مرتكزة لخير الإنسان، أما الإنسان موجود لغاية وحدة، هي بأنه يكون جزء من الله، يدعى الله إلهه، ويدعى هو شعب الله، وينعم بالأمجاد السماوية اللي الله أعد له قبل تأسيس العالم. لما الله خلق الإنسان ما كان تكويننا في فكر الله منذ بضعة آلاف السنين، نحو 6000 سنة أكثر أو أقل، ليس المهم التاريخ. لكن أوجدنا الله قبل تأسيس العالم حتى ندعى قديسين وبلا لوم. هكذا ورد في أماكن عديدة بفم يسوع: ادخلوا إلى يا مباركي أبي، رسل الملك معد لكم منذ تأسيس العالم. لبل أيضا يقول لنا بولس الرسول برسالته لأهل إفسوس في الإصحاح الأول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل روحية في السماويات، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. أنت أنا موجود، مش موجود من اللحظة اللي احتفلت فيها بأول بيرثدي، ولا وجدت فيها بدءا من تكوين آدم وحواء، إنما في قصد عند الله. الله أوجدني قبل ما يأسس العالم، أسس العالم وأخضعه لإلي، لكن أنا كان في له غاية من وجودي تكتمل فيه هو وحده، وباستقلاليتي عنه راح أنا أكون تهت عن مركزية الحياة. حياة اليوم مثل ما قلت مرتكزة على الذات، إشباع الشهوات، إشباع الكرامة والكبرياء، وإشباع الملذات والجسد. كل ما في العالم شهوة العين وشهوة النظر، تعظم المعيشة. لكن العالم يفنى، وهذه الأمور كلها أيضا تفنى معه، لكن محبة الله واتساقنا بالله هو وحده شيء دائم والثابت. ممكن رسالة الإنسان تكتمل بأنه يولد ويزهد، أو بالأحرى قبل أن يولد. وممكن رسالة الإنسان تكتمل بأنه هو طفل يموت، هو شاب يموت، هو عجوز يموت، بأي سن كان. الله هو اللي بيحدد معنى ومحدوديات حياتنا في هالعالم الغريب. في أيضا للحياة رسالة، وهالرسالة بتكتمل مثل ما قلت بإطاعتنا للإيمان. بولس الرسول برسالته لتيموثاوس الثاني يقول: إن الآن أسكب سكيبا ووقت حدالي قد حضر، قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الله في ذلك اليوم، الرب الديان العادل، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. في إلنا رسالة، وهالرسالة بتكتمل من خلال أحداث علينا أن نكون نحن فيها أمناء. كيف بتعامل مع المرض وأشكر الرب وأؤمن بصلاحه وأنا في ضيق الألم، الجوع أو المرض أو الحرب؟ كيف قادر بأنه أنا أدرك بأنه علي إطاعة الإيمان الذي فيه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان؟ في إيمان يدعوني أن أحيا في الطاعة بغض النظر عن الظروف اللي أنا أحيا فيها.
ومش ظروف انه عشت مرفه ودرست ونجحت ومت وكنت عندي اولاد ومشان هيك كملت حياتي وكملت رسالتي. عند موت احد او اي شخص من الطاعنين بالسن اللي تزوجوا اسسوا خلفوا ربوا زوجوا اولادهم وصار في عندهم احفاد وقد يكون لهم ابناء احفاد. عند موتهم نقول عاش شبعان وكمل رسالته وقام يعني بمعنى اخر برسالته بالحياه. ليش؟ لانه تزوج وجاب اولاد وعاش مرتاح. هل يا ترى هيدا هو اللي بيكمل معنى وجودنا؟ قد يسمح لي الله بانه لا انعم باولاد، فهل لا معنى لوجودي؟ قد يسمح الله بان لا انعم بالزواج، فهل لا معنى لوجودي؟ في الاسلام يقولون انه اللي بيتزوج بيكمل دينه، فهل الله لا يكمل الايمان بدون زواج؟ في ناس بتعيش بفقر وجوع، فهل ما إلها كرامة ومعنى لكونها في جوع؟ في ناس بتعيش بألم وحرب، فهل تفقد رسالتها بالحياة لأنه في وسط ألام؟ في وسط الألام علينا بأنه نعرف كيف نقرأ رسالة الحياة. رسالتي أنه أنا أكون أمين وفي إرادة الله في كل حين. أما الظروف خيرا كانت أم شرا، يقول بولس الرسول إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت، وإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. كتب ماهر صموئيل عبارة رائعة جدا ومن خلالها يريد بأن يفيدنا كيف ممكن نفس الكلمات والأحداث تقرأ بمعاني تعطي فرق شاسع لبل معاكس تماما لما قد ترد فيه. يصف حالة رجل زوجته تركته ويكتب لها رسالة بالعبارات التالية، بيساعدنا لو كانت مكتوبة على سكرين ونشوفها، لكن بتمنى بأنه ننتبه حتى نلاقي الفرق. كلمات رح بقراها و بتمنى أن نلاحظ الفرق بالمعنى بترتيب الكلمات نفسها. بيقول: لا أطيق البعد عنك، غنيمة عظيمة وجودك في حياتي، مصيبة كبيرة ابتعادك عني، أملي في الحياة رجوعك إلي لا أحتمل. هذه رسالة بتعبر عن زوج عم بيقولها لمرته قومي ارجعي، أنا مش طايق العيشة بلاكي، أنا بدونك مش قادر أعيش. نفس العبارات بنفس الترتيب لكن في نقل الفواصل ما بين كلمة وأخرى رح نجد فيها تعكس معنى مختلف. لا أطيق البعد عنك غنيمة عظيمة، وجودك في حياتي مصيبة كبيرة، ابتعادك عني أملي في الحياة، ووجودك ورجوعك إلي لا أحتمل. اللي عمل ماهر صموئيل أنه هالعبارات كتبها وما غير في ترتيبها ولا أي شيء، لكن غير وضع الفواصل اللي خلتها تعطي معنى مختلف تماما عن ما ينبغي أن تكون أو يريد الكاتب. بحياتنا نحن في أحداث عديدة، المؤمن المدرك لمعنى وجوده يرى في الأحداث اللي نحن بنشترك فيها وقد نصنعها، يرى فيها سلسلة من الأحداث اللي مش رح يقدر يفهم ليش، بس لما يروح على السماء ربنا رح يحط الفواصل ويقول أنا اللي بحط المعاني لهالأحداث. والإنسان المستقل عن الله رح يبتلي البلية ويخسر هالدنيا ويخسر الآخرة السعيدة، لكن لما بسمح لله إنه يستخدم ظروفي
بما فيها من تعاسة، من أفراح، من أتراح، من فقر أو غنى، من حرمان أو من إشباع، من سلام أو اضطراب، من صحة أو مرض. وأقول يا رب أنه أنا لك كل بجملتي، وبقول له يا رب أنه من أجلك ألقي تبري، أي مجدي غناي الجواهر تبعي، على تراب الأودية، لأنك أنت تبر لي قسمتي الغالية. نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. ومشان هيك المؤمن الصادق هو المؤمن اللي بعيش حياة التسليم ويثق بأنه الله هو اللي بيعطي معنى لوجوده، وبأنه رسالتنا بالحياة بأن نخضع أنفسنا لذاك الذي أوجدنا وخلقنا على صورته ومثاله، واللي بالأخير مصيرنا بالأبدية رح يكون بين يديه وليس في فم البشر وليس في قرار البشر. كتب للجميع أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، أي وضع الفواصل. يا ترى لما الرب رح يقرأ نهاية حياتك، بس تموت رح نعمل جناز ونقول كنت منيح، ونحط الفواصل مثل ما نحن بدنا، عايش وربى، جوز وجوز، خلف وعمل وسافر سوا وإلى آخره، ونقول عنك كلام مليح يعني إذا كنت مضطر. لكن الحقيقة اللي رح يقول فيك الكلمة الأخيرة وينقل الفواصل بين أحداث حياتك حتى يظهر معناها الحقيقي وغايتها الحقيقة، هو ديان كل العالم اللي رح بيدينك ويديني. معنى وجودنا هو بأنه نسلم حياتنا بالكامل ليسوع. معنى وجودنا أن نحيا حياة التسليم والطاعة بالكامل. معنى وجودنا مش أن ننعم بالصحة والرفاهية، وعلينا بأن ننضج كمؤمنين ونكف عن استغلال الله من أجل المنفعة والمصلحة. اشفيني، أعطيني، امددني بصحة، سوي لي هيك وسوي لي هيك، وببقى فرحان فقط بانتصارات. وهذا كل اللي بدي، حياة مرتكزة على الأنا ويسوع فيها غير موجود. إن كنا قد قمنا مع المسيح فلنطلب ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب. الدنيا فاني وجسدنا فاني، الزواج فاني، الأولاد ما حدا بياخدهم معه على السماء، مرته ما حدا بياخده معه على السماء، وإن كان هذا خبر سار، لكن اللي رح ناخده هو نحن من أجل السبب اللي عشنا من أجله. يا أما رح نكون بالسماء مع الله ويدعى لنا إلها ونحن شعبه وغنم مرعاه، ويا أما رح نكون خارج دائرة سبب وجودنا، وبالتالي رح نكون مع المادة اللي عشنا من أجله في بحيرة النار والعذاب الأبدي. الله الذي لا يريد أن تهلك نفس يدعوك أخي وأختي بأنك تسلم حياتك. أنا مشتاق بختام رسالة نقف سوية ونصلي، مشتاق بأنه يكون في قرار بحياتنا، بأنك تاخد قرار وقرار مصيري بحياتك. أنه إذا كنت عايش أنا بلا معنى ومتدين في كثير من الأشياء وعم ببحث عن أشياء أطلب فيها الرب واستغل الرب بأشياء ودخل الله ببعض الأمور، الله ما بيرضى إلا أنه يكون الكل في الكل، فيه نحيا نتحرك ونوجد. إذا ما كان الله غايت وجودك لهاللحظة وما بتلاقي بأنه رسالتك وحياتك بتكتمل فيه وبترتكز عليه، من بعد هالرسالة اللي الرب يريد أن يخاطبنا فيها، وصلي بأنك أنت تكون صادق مع نفسك وتسأل نفسك وتسأل نفسك. يمكن صار لك سنين بالكنيسة ورح بتموت، لوين رايح؟ شو معنى وجودك؟ شو غايت ورسالتك بالحياة؟ وين رح تنتهي بمصيرك؟ شباب وبروح قديس وحضر الشر أمين. أنا أعترف لله الآب وابني الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس على رجاء الكهنوت الشريف مسلم إليك أبي الكاهن.
يا رب أنا أخطأت، تهت عن الرؤية وضاعت مني الرسالة، عشت لذاتي لشهواتي، فقدت معنى وجودي. لكن شكرا لك يا الله، يا من بحثت عن آدم التائه قائلا آدم آدم أين أنت، وبحثت عن الخاطئ في العهد الجديد قائلا شاول شاول لا تستطيع أن تكوس مناخس. والآن لي تقول يا رب باسمي تدعوني أن أصير لك ملكا لك، أحيا لأجلك، أسلمك حياتي، وأطلبك أن تكون أنت حاضر، ترتكز كل أحداثي كل اختباراتي حول شخص المسيح. أريد أن أحيا به ولأجل اسمه. يا ربي قدوس، هبني أن من كل القلب أسلمك ذاتي بكل ما فيها. تحيا أنت ملكا ربا وإلها، تسد على حياتي وكل مشتهياتي في المسيح يسوع. آمين. يمين ربنا تمتد للتائبين، لكل الذين طلبوا هذه الصلاة في قلب صادق. الرب يعطينا بنعمته الغفران بدم المسيح، ويملأنا بقوة روحه لنسلك بالطاعة لكلمة الإيمان. آمين.